بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل ان شاء الله النهارده مع بعض حل اسئله كتاب المعاصر لساينس لجريد 4. الفيديو اللي فات كنا حلينا مع بعض ورك شيت نمبر 1، النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الحل الاسئله وناخد ورك شيت نمبر 2. يا ريت نبدا قبل ما نبدا الحل الكتاب دلوقتي مع بعض في الفيديو ده نكون ذاكرنا كويس. هنبدا كده. question number 1، complete the following sentences. Number one, when we put an amount of liquid in a graduated cylinder, the reading of the cylinder indicates the space of the liquid. سؤال حاسه طويل عليا شويه، مفيش حاجه طويله، اقسم السؤال كده اجزاء صغيره عشان افهمه، تمام؟ عشان لو جالي حاجه زي كده ما بحسش السؤال طول واتلخبط، اقرا واحده واحده اترجمها وافهمها. When we put an amount of liquid in a graduated cylinder، حطيت amount of liquid كمية من السائل في الجراديويتد سلندر، حطيت كمية معينة في الجراديويتد سلندر. The reading of cylinder، قراية السلندر بقى الرقم اللي هيطلع لي على السلندر ده هيكون ايه؟ indicates يعني هيشير إلى أو هيكون معناه ايه؟ the space of liquid هيدل على ايه يا ترى؟ على ايه؟ على الماس بتاعت الليكويد ولا على اللينكس بتاعت الليكويد ولا على الفوليوم بتاعت الليكويد؟ اكيد طبعا، اكيد هيكون طبعا الفوليوم، فوليوم اوف ليكويد. نمبر 2، equal volumes of different matter have space masses. الجمله دي مهمه، تمام؟ equal volumes of different matters، الحجوم المتساوية من المواد المختلفة. have بتبقى كتلتها ايه؟ تبقى طبعا have different masses. عشان لو جاني السؤال ده، لو جاني السؤال ده ممكن يجيلي بكذا طريقة في الامتحان، مش شرط ان هو يجي complete، ممكن يجيلي true or false مثلا. different هنا كلمة different volume ومعها different masses، different volume different masses equal الحجوم المتساوية، حجوم متساوية. if different matter have different masses، لو جاني true or false، equal volume of volumes of different matter have the same matters، نفس الكتل، طبعا هتبقى غلط، يبقى الاثنين different. number 3، the volume of a brick اللي هي قلب الطوب، يعني قلب الطوب ده equal هتبقى a by a. طبعا دي كلنا المفروض نكون عارفينها، لان دي على اساسها انا بقدر احل اي حاجة بتجيني، اي مسألة بتجيلي اعرف احل عن طريق الـ a اللي هنقوله دلوقتي، هيبقى طبعا الـ length by width by height. number 4، we use space to measure the volume of an irregular piece of stone. يا ترى ايه اللي بنستخدمه to measure a volume of an irregular piece of stone؟ طبعا كانت الايه؟ graduated cylinder. while we use، بينما احنا بنستخدم ايه؟ to measure its mass، عشان اقيس كتلتها بقى، كنا هنستخدم طبعا ال sensitive balance. number 5، graduated ruler is used to measure. graduated ruler هستخدمها عشان measure ايه؟ اقيس بيها ايه؟ short length. why common balance، بينما بقى common balance is used to measure ايه؟ طبعا هستخدمه to measure large masses، الكتل الكبيرة، لكن الحاجات الصغيرة كنا بنستخدم لها ايه؟ ال small masses كنا بنستخدم لها ايه؟ بنستخدم لها طبعا ال sensitive balance. question number 2، question number 2 بيقول give a reason for، اديني السبب. when a body is submerged completely in cylinder full of liquid، تمام؟ لما اجي اعمل when a body is submerged completely، لما جسم اجي احطه في cylinder مليان لغاية خالص خالص مية، وجيت حطيت body عملت له submerged يعني غمرته جوه cylinder ده، the liquid is spilled out of the cylinder، يعني الليكويد هيحصل له يعني هيبقى يطلع بره، هيبدأ ينسكب من السلندر. ليه؟
ليه؟ السؤال طويل والإجابة صغيرة جدا، الإجابة بسيطة جدا. يبقى هنا because the volume of the body، لأن حجم الجسم ده equal the volume of the spilled water، يعني المية، حجم البادي ده اللي أنا حطيته في السلندر اللي مليان لغاية آخره خالص، هو نفسه هيبقى هيتساوى مع الفوليوم اوف سبيلد ووتر، هيساوي المية اللي طلعت بره، يعني كمية المية اللي طلعت بره دي هي نفسها هتبقى الفوليوم بتاع البادي اللي انا حطيته في الفول سلندر. نمبر 2، calculate the volume of a box that its length is 7 cm, its width is 4 cm, and its height is 3 cm. هو كده اداني كل حاجة. في الامتحان المسألة دي هتجيلك بأي طريقة، يعني السؤال ده انت بتدخل الامتحان ضامن ان هيجيلك سؤال زي ده بأي صورة بقى، يعني يجيلك كالكوليت الا يجيب لك choose the correct answer ويديك إجابة، ولازم هتحل المسألة عشان تعرف الإجابة، يا يجيب لك true or false يجيب لك، يبقى برضو لازم احلها عشان اعرف الاجابة true or false. يبقى السؤال ده مضمون وهيجي لك منه في الامتحان، بس باي صورة بقى الله اعلم. يبقى هنا الحل ايه هيكون ايه؟ طبعا اول حاجة volume equal، لازم نكتب طبعا القانون اللي همشي عليه في الاول، volume equal length by width by height equal، يبقى هنضرب ايه؟ هضرب 3 ارقام اللي هم مدهم لي، هضربهم في بعض، 7 سنتيمتر باي 4 سنتيمتر باي 3 سنتيمتر ايكوال 84 كيوبيك سنتيمتر. حاجه مهمه برضو يا ولاد، لازم وانا لما يجي لي مساله في الامتحان لازم بعد ما خلصت حل خلاص ما اقولش 84 واسكت، ما اقولش 84 واسكت، بس كده 84 ايه؟ 84A، لازم اكتب اليونت الخاصة بيها، يبقى لازم اكتب 84 كيوبيك سنتيمتر، ما سيبهاش فاضية كده، ودي حاجة كتير قوي قوي فينا بيغلطوا فيها، تمام؟ يبقى لازم اكتب اليونت الخاصة بالفوليوم دي، لازم اكتب هنا ما اكتبش 84 بس، لازم اكتب 84 كيوبيك سنتيمتر. نمبر C، choose the odd word out، يعني عايز هيديني مجموعة من حاجات وفي حاجة واحدة بس المفروض تطلع بره الاختيارات بتاعتي، مش معايا اصلا. هبص كده، نمبر 1 في عندي كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك متر، سكوير سنتيمتر، ولتر. يا ترى ايه الحاجه اللي مش منسجمه معاهم، مش مظبوطه انها تتحط معاهم في وسطهم؟ لا دي المفروض تروح بره، مش معانا، دي مش معانا، دي صفاتها مش معانا. هبص هنا عندي ايه يا ترى؟ عندي اللتر والكيوبيك متر والكيوبيك سنتيمتر، التلاتة دول بستخدمهم عشان احدد ايه دول اليونت بتوع الفوليوم. طيب السكوير سكوير سنتيمتر دي معاهم؟ لا طبعا مش معاهم، يبقى هي دي المفروض نعمل لها ايه؟ اود وورد اوت، ابدا اطلعها ولا لا، بس انت بقى بعيد كده لوحدك. نمبر 2، جرام وعندي لتر وعندي كيلو جرام وعندي طن، يا ترى مين كده؟ ابص فيها كويس واركز اشوف يا ترى، في عندي الجرام هنا وعندي الجرام والكيلو جرام والطن، الثلاثه دول كانوا ميجرنج يونتس لمين؟ للماس. طب اللتر دي كانت معاهم؟ كانت معاهم؟ لا طبعا مش معاهم، يبقى مكانها مش هنا، مكانك مش هنا، اطلعي بقى بره عشان انت مكانك مش معانا، يبقى اللتر. نمبر 3، كيوبيك سنتيمتر، متر، سنتيمتر وكيلومتر. هبص كده يا ترى مين في دول المفروض تطلع بره؟ عندي كيلومتر، سنتيمتر، ومتر، التلاتة دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانت تلاتة مع بعض كده بستخدمهم عشان اعمل ميجرينج لمين؟ لللينكس. طب كانت معاهم يا ترى الكيوبيك سنتيمتر دي كانت معاهم؟ لا طبعا ما كانتش معاهم، دي ما كانتش من ضمن الميجرنج يونت اللي كنت بعمل بيها ميجرنج لللينكس، يبقى دي طبعا هطلعها بره، يبقى طبعا كيوبيك سنتيمتر. السؤال ده عايز تركيز قوي وعايز ان انا اكون مذاكر كويس عشان اعرف سؤال في شكله كده بسيط، لكن عايز ان انا اكون مركز قوي واكون مذاكر جدا عشان اعرف احله. Question number 3، choose the correct answer. The volume of a regular solid object
the volume of an irregular solid object is estimated by using A. Number A, graduated cylinder containing water. B, graduated ruler. C, graduated tape. D, common balance. يبقى طبعا إجابة بتاعتي هتكون طبعا ال graduated cylinder containing water, لأن ال volume of irregular solid احنا خدناها طبعا وعملنا عليها وجربناها وشرحناها ان ازاي بعمل estimating لل irregular solids. Number 2, opposite figure, في الشكل اللي قدامي. Opposite figure يعني الشكل اللي قدامي ده. The correct volume of the water is, القراية الصح للwater او الفوليوم الصح للووتر هيكون ايه. طب احنا خدنا مع بعض ان انا لازم ابص كده, مش من فوق ولا من تحت, لازم ابص كده هنا اهو زي كده. هيبقى القرايه عندي نمبر ايه, 42 كيوبيك سنتيمتر, ولا بي 41 كيوبيك سنتيمتر, ولا 40 كيوبيك سنتيمتر, ولا 2 كيوبيك سنتيمتر. طبعا عشان ابص كده هيبقى مين الاجابه الصح, هتبقى طبعا 40 كيوبيك سنتيمتر. نمبر 3, في أسئلة الـ choose the correct answer. If the dimensions of your book are, dimensions of your book دي معناها أبعاد كتابك, يعني طوله وعرضه وارتفاعه قد إيه. If the dimensions of your book are 10.52 سنتيمتر, so the volume of the book equals space cubic centimeter. اول ما اشوف الثلاث ارقام, طالما في عندي ثلاث ارقام, لو انا مش حافظ length by weights by height, اضرب الثلاث ارقام اللي قدامي في بعض عشان يسهل على نفسي. يبقى هنعمل كده 10 by 5 by 2 هيديني طبعا ايه, طبعا 100 cubic centimeter. 4, we use space to measure the mass of fruits. يا ترى ايه اللي كنا نستخدمها عشان نعمل measure the mass of fruits, graduated tape, ولا graduated cylinder, measuring ruler, common balance. طبعا هتكون common balance. The measuring units of volume is or are liter, cubic meter, cubic centimeter. Number D, A and B and C. هقرا كده بالراحة وشوف يا ترى ايه. The measuring unit او units, هو بحط لك يا اس units عشان يلخبطك, يعني عشان لما تيجي تختار تتلخبط شوية. يعني the measuring units of volume is, هتكون مين فيهم measuring unit للفوليوم. الفوليوم كان ليها كم measuring unit, اللتر ولا الكيوبيك متر ولا كيوبيك سنتيمتر ولا A and B and C. طبعا التلاتة مع بعض كانت اللتر وكانت كيوبيك متر وكان كيوبيك سنتيمتر. يبقى الإجابة هتكون إيه, هتكون طبعا نمبر D, A B and C. Question number 4, put true in front of right statement and false in front of wrong one, then correct it. يعني هبدأ ان انا احط العلامة دي للجملة اللي تكون جملة صحيحة, والعلامة دي للجملة اللي تكون غلط, وفي نفس الوقت لازم اعمل correct للحاجة الفولز اللي انا عاملها عشان اقول ليه ونفهم انت مذاكر كويس ولا بتكتب كده عشوائي. Number 1, the volume of 1 liter of water equals 1 liter of juice. يا ترى true or false. طبعا اكيد هتبقى true, الاثنين هيبقوا زي بعض, يعني مش هتفرق. مش مثلا لتر اوف ووتر هيساوي 2 لتر من الجوس, او 3 لتر من الووتر هيساوي لتر واحد من الجوس. الاثنين هيبقوا نفس الايه, نفس الفوليوم. نمبر 2, the graduated ruler is used to estimate the volume of small irregular piece of stone. معقول graduated ruler هو اللي بيعمل لي او بيستخدم عشان اعمل estimate للفوليوم of small irregular piece of stone؟ طبعا دي اكيد هتبقى false. طب يا ترى الغلط فين؟
ايه الحاجة اللي مش مظبوطة في الجملة دي؟ في حاجة مش مظبوطة، غلط. طبعا ال graduated ruler تصحيحها ايه هيكون؟ يا ترى ايه هي الحاجة اللي بعمل بستخدمها to use to estimate the volume of small irregular piece of stone؟ طبعا هتكون ال graduated cylinder مش graduated ruler. طبعا number 3 the ton unit is used to measure the mass of vegetable and fruits. الفيجيتابل والفروتس اليونت بتاعتهم التون. طبعا الاجابه طبعا ايه؟ فولس. طالما كتبت فولس لازم اكتب ليه واصحح، اشوف يا ترى ايه الحاجه الغلط بالظبط في السنتنسز دي، ايه اللي مش مظبوط. طبعا الحاجه اللي مش مظبوطه ذا تون. امال ايه تصحيحها؟ طبعا كيلوغرام هو اليونت اللي هستخدمه عشان اعمل ميجر للماس اوف فيجيتابل اند فروتس. Number 4, sensitive balance is used to measure the mass of jewels. Sensitive balance هستخدمه عشان اعمل used to measure the mass of jewels. طبعا صح، لان هو sensitive balance اللي بستخدمه علشان اعرف الماس للجيولز. نيجي بقى لاخر سؤال عندنا. السؤال ده زي ما قلنا سؤال كده كده هيجي لك في الامتحان بأي صورة من الصور، فلازم أحل عليه أكتر، أحل كتير كتير أسئلة علشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لي، ما يجيش الامتحان أحس أنا لسه هبدأ أشوف بيتحل إزاي السؤال ده، لا يبقى أنا أحلل كتير قبل كده ومتعود على شكل السؤال ده بيجي إزاي. يبقى question number 5 you have 4 marbles that are equal in volume. عندي أربع ماربلز اللي زي البليات الصغيرة that are equal in volume، الأربعة متساويين في الفوليوم، الأربعة زي بعض بالظبط. When you put them in a graduated cylinder لما تحطهم في graduated cylinder، graduated cylinder ده كان فيه قد إيه مية؟ كان فيه 100 cubic centimeter، أهي cylinder أهو فيه قد إيه؟ فيه 100 cubic centimeter. جيت حطيت جواه 4 marbles that are equals in volume، حطيت أربع بليات متساويين في الفوليوم. The water level rises up to 120 cubic centimeter. ارتفع لمين؟ ارتفع 120 cubic centimeter. Calculate the volume of each marble. يعني بيقول لك احسب بقى الفوليوم للماربل الواحدة بس هتبقى قد ايه. بس انا في منتهى السهوله، منتهى السهوله، بس عايزه بالراحه كده نحلها بالراحه، هنيجي بالراحه كده. يبقى عندي هنا the volume of 4 pieces of marble equal the volume number 2 minus the volume number 1. يبقى هشيل مين اول equal 120 cubic centimeter minus 100 cubic centimeters equal 20 cubic centimeters. 20 كيوبيك سنتيمتر دي مين؟ دي للفور، دي للفور ماربلز، لكن هو مش طالب الفور، هو طالب ايه؟ كالكوليت ذا فوليوم اوف ايتش ماربل، عايز ايتش ماربل، الماربل الواحده هتبقى قد ايه الفوليوم بتاعتها بقى؟ هيبقى هنا ذا فوليوم اوف ايتش ماربل ايكوال 20 كيوبيك سنتيمتر ديفايد 4، هنقسمها على كام؟ على 4 ايكوال 5 كيوبيك سنتيمتر. يبقى الفوليوم الواحده بس، الفوليوم للبليه الواحده بس هتبقى كام؟ هتبقى 5 كيوبيك سنتيمتر. وطبعا زي ما احنا قلنا ما احلش المساله واقول 5 وبس، اقف على كده اقوم واقف وخلاص كده، لا 5 كيوبيك سنتيمتر لازم اكتب اليونت بتاعتي هنا. ده كده بكده نكون خلصنا الورك شيت نمبر 2. زي ما قلنا السلسله اللي جايه ان شاء الله كلها هتبقى هناخد حل اسئله الكتاب المعاصر عشان نمشي مع الدروس اللي بناخدها في المدرسه، نذاكر الدرس ونحل عليه مع بعض اسئله كتاب المعاصر للساينس.
لو في اي حاجة عندكم مش فاهمينها او صعبة ياريت ممكن نكتب كومنت وانا ممكن احلها لكم، او حد عايز حاجة ممكن يكتب لي الايميل وانا ابعته على الايميل اي حاجة هو عايز، او اي جزء المفروض ان هو مش فاهمه عايز ان انا ممكن احله معاكم، ممكن يبعت لي بس ايه هو الجزء اللي هو عايزه وان شاء الله اعمله فيديو ليكم باذن الله تعالى. اشكركم، ولو عجبنا الفيديو ريت ندوس لايك، وياريت نبقى نتابع باقي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، وشكرا لكم.